يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للشخص أن يحجز لأخيه مكانا متقدما في الدرس قبل أن يحضر؟ إذا كان أنه على وشك الحضور، يعلم أنه على وشك الحضور وقريب، لا مانع. أما إذا كان ما يدري يجي ولا ما يجي، يقول بحجز له إن جاء يلقى المكان، هذا لا يجوز له. نعم.